Assalamu alaikum, quel adans nous les participants, on commence le live, comme d'habitude. Snow et tous les participants, si possible, il faut partager, il faut liker, il faut participer. Bash, mais le live, on a trop de signal sur mon compte, à côté de Facebook, il est complice. Donc, j'attends un participant, ça me suffit largement de commencer le live, c'est pas un problème. مشارك واحد بدأ اللايف trop de signal je pense parce que les notifications ديولي ما يلحقوش دي زامي pourtant كاين 5000 امي في هذا الكونت لكن je suis un peu restreint ولا je sais pas hein le champ تاع la vision تاع اللايف نتاعي ماشي فاتحو بزاف في الفيسبوك Parce qu'il y a trop de signal. Donc un seul participant, je commence le live. Salam alaikum, il faut participer. اليوم نتكلم على موضوع الساعة اللي هو la polémique أو الجدل بالنسبة لتشجيع فريق المغرب ولا ما نشجعوهش. وطرحوا عليا بزاف الأسئلة يقول لك مسي بالخير عليه بوستيت وقلت باللي لازم أو شجعت الفريق المغربي بلي بوست نتاعي درت مبروك ودرت لازم المغرب يدو الكاس كاين بزاف اللي ينتقدوا باش نوضح الامور باسكو بروبليم الشعب قلت ما عندوش نظر سياسي ويعني يمشي وراء دي لوبي وراء الاشاعات وراء امور كيما هذه نوضح الامور ببساطه كيسكي سباس بين الجزائر والمغرب الشقيقه اللي هي نو فوازان سيتادير جيراننا عندنا مشكل سياسي ما نخلطوش بين السياسه والرياضه او بين مواقف الحكومات والشعب باش نوضح الامور بمستوى بسيط يفهموني الناس اللي راهم يسبوا ويشتموا ما نعرفوش حنا عندنا مشكل سياسي مع المغرب مازال ما عاد فريناه ولازم ينفرى سياسيا وكنت قلت واحد الخطره التصعيد العسكري ما يخرجش على الشعبين الشعب المغربي والشعب الجزائري هما اللي خاسرين والمغرب اللي خسره والجزائر اللي خسره دونك اون فا تروفي اون سوليسيون بوليتيك لازم حل سياسي حنا من حقنا لان تطبيع المغرب مع اسرائيل درنا تشويش في لي فرونتيير تاعنا ونعرفوا بلي اسرائيل يكرهونا باسكو حنا نكرهوا اسرائيل بزاف دونك من حقنا باش ندافعوا على انفسنا وقلت كنت ساجي تو بروتيجي لالجيري لازم نتوحدوا وندافعوا على الجزائر حنا من حقنا باش نتوسوسوا لان دارونا تشويش في لي فرونتيير مع لي رالاسيون ماروكو اسرائيليه ها لكن ما نخلطوش ما نبقاوش الشتم بين الشعبين حنا المغرب تربطنا علاقات كبيرة يعني حنا خاوة متناسبين عاونونا في 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 القرة في حرب التحرير عاونونا عندهم شهداء ماتوا من أجل الجزائر عندنا حتى بولفار غرون بولفار محمد الخامس في العاصمة مسمينه على محمد الخامس في العاصمة يعني بولفار كبير اللي يعرفوه بولفار محمد السانك دونك عندنا شعب واحد يعني عندنا تقاليد مسلمين نتكلموا او عرب امازيغ الاصل تاعنا امازيغ اون امبوسيبل من المستحيل باش نصعدوا الامور بيننا وبين المغرب وحنا جو بريفير نشجع فريق المغربي لان خوتنا سبحان ربي العظيم بس ما نخلطوش بين السياسه عندنا مشكل سياسي من حقنا باش نتوسوسوا على الموقف او على التطبيع نتاع الحكومه او النظام المغربي مع اسرائيل لان كما قلت اسرائيل يعرفوا باللي الجزائريين ما نحبوهمش من حقنا باش نتوسوسوا من حقنا باش تكون عندنا مواقف لكن قلت باللي لازم نفرو سياسيا وما نخلطوش بين الرياضه يجي واحد يقول لي واش سيبورتي بين المغرب وفرنسا يعني عيب باش طرا عليا السؤال هذا بيان سور سيبورتي المغرب فرنسا راه استعمار تاع 1130 قرن
هدم 5 جينيراسيون، قتل عذب، دار دمار كبير هنا في الجزائر. كيفاش رايح نسيبورتي فرنسا على حساب المروك اللي كيما قلت مراكاح قاوتنا ونحبوهم والشعب واحد وكاين تقاليد كاين دين كاين لغات كاين حضاره كاين تربطنا امور يعني خاوه حنا كاين هنا في الاخضريه مراركه راهم يخدموا عندنا في الاخرين وحنا رانا نروحوا لعندهم. عندنا مشكل سياسي، تفرق سياسيا، ماشي نحبوا المغرب مدمر هاو يجي النهار ونفريوها معاهم نلقاوها مدمره. انا ماذا بيا تطور المغرب باش اوموا الا فتحوا لي فرونتيير، وهذا هو السعي نتاعنا لا بوليتيك نتاعنا وانا السياسه نتاعي من بكري نقول توحيد الشعبين وفتح الحدود وتكوين كتله وتكلمت عليها. لازم لنا قوه سياسيه واقتصاديه في المنطقه، تونس الجزائر المغرب موريتانيا مالي نيجر ليبيا، وتكلمت لازم لنا قوه لان العالم يتكتل. لنوفو اوردر مونديال او تنظيم الجديد للعالم راه كتل رانا نشوفوا حتى في حرب اوكرانيا اسيا وحدهم، اوروبيين وحده، الامريكيين وحدهم، حنا لازم لنا قوه وتكلمت عليها امر كما هذا. دونك الجماعه ما تخلطوش، لان الاعلام راه كما نقول ماسوني، راهم يحبوا يقسموا او بعض المنشورات في التواصل الاجتماعي يعني حابين يقسموا، حابين عداوة بين الشعبين. حنا اون في با سا، حنا السعي نتاعنا هي الوحده لان الشعب واحد. وانا جو بريفير المروك تكون مليحه اقتصاديا وتكون اخرى باش كي نفريوها مع المشكل هذا السياسي يعني نلقاو بلاد مليحه فقيره يديروا لنا المشاكل. دونك جو بريفير المروك يكون مليح كيما الجزائر تكون مليحه. دونك يا جماعه ما تطيحوش في الفخان تاع لي لوبي، ما تطيحوش في الفخان تاع الاعلام اللي مسيل ما نعرف وين. حتى المواقف السياسيين هنا في الجزائر ما كان حتى موقف ضد الربحه نتاع المروك. حنا ماذا بينا يربحوا ان شاء الله باسكو جو بروفيت لوكازيون، سي تري بون ايكيب، كيبا مليحه يلعبوا مليح. دونك ان ميريت لا كوب دي موند، ان ميريت لا كوب، سي ان اونور بور نو، وشرف للجزائريين باش جارتنا تدي لا كوب دي موند. او موان بانو بان المنطقه هذه، تبان وموت بان تبان توريزم، بالك كي نفتحوا الفرونتير يجوا يطلعوا على 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 المروك ويجوا عندنا. دونك يا جماعه ما تحوش في الفخامه، ما تخلطوش بين السياسه والكره. كره تمثل الشعب المغربي، الشعب المغربي، ان الجوار هذو كاع ولاد الشعب، والشعب حتى يعني حتى حنا كي دينا كوب دافريك هما احتفلوا، ولكن هنا في الجزائر احتفلنا في الحقيقه. يعني راني نتكلم على بعض الذباب وبعض الناس اللي تحب دير الفتن وتحب دير التقسيمه وتحب تأجج الامور. امور حنا كسياسيين اون كان نروحوا للحلول السياسيه، من المستحيل تصعيد عسكري او غير، من المستحيل بين هكذا من بكري كي الخوال اللي يضربوا في الدار. حنا والمروك رانا كي الخوال اللي راهم يضربوا في الديار، لكن ما نفتوش العصي. دونك نبقاو في الفوتبال ونشجعوا الفريق المغربي لانه هو شرف الجزائري، لان احنا خاوه واصل واحد. حتى الجوار اللي شفتهم يشبهونا، يعني يشبهونا سبحان ربي العظيم، لو فيزاج دي ماروكي يشبه الجزائريين، دم واحد. دونك يا جماعه هذا هو حبيت نقول في الموضوع. اون ا بروبليم بوليتيك اون دوا لو ريغلي بوليتيكمون، لازم نفريوه بوليتيكمون. هذه السياسيين من حقنا باش ندو مواقف، من حقنا باش كدوله جزائريه من حقنا باسكو وسوسونا بالتطبيع نتاعهم. لكن الشعوب ما تدخلوش رواحكم انتم، انتم خلوا السياسيين، انتم بقاو خوا لا ديفيزيون سي لا فيبلس. وهذا واش حابين الصهاينه، حتى الصهاينه اللي داروا معاهم المعلاقات، حابين ما نولوش ملاح، حابين ما نولوش ملاح لي لوبي هذو، حابين لان هذا هو الهدف نتاع السياسه الجديده للعالم او تقسيم العالم، هي تقسيم المناطق هذه للدويلات، ويدير لك يدير لك كل مورسو يدير لك مسؤول تاعو، لان هذه هي السياسه نتاعهم. لو نوفو اورد مونديال سي ديفيزي هذو الكرون سيفاس ولا هذو الاخر، وكريوا لنا حتى دينيا
ملي مات الرسول صلى الله عليه وسلم داروا لنا مشاكل، داروا 77 ألف فرقه وفرقونا وما خلوناش نتوحدوا، حتى يعني حتى حنا في الجزائر هنا ماشي متوحدين في السياسه، رانا نشوفوا الاخر يعني. هذه هي السياسه نتاع لي لوبي تاع الصح، اليهود نتاع الصح يحبوا يقسموا الشعوب بالعدوانيه بالتعيد العدواني. دونك انا ندير نداء للجزائريين، يعني فكان ما يخلوا السياسيين، كاين مشكل سياسي خلوا السياسيين، اما الرياضه اون فا سيبورتي ليكيب دو ماروك باسكو سي نو فرير، سي اون تري كون تري كون ايكيب. مو جو سيبورت با لا فرانس، جو سيبورت با لا فرانس. الا غالب هذه تلقى العدو الاول للجزائريين هي فرنسا، وقلت لازم قلت نتعاملوا معاهم اقتصاديا، لكن في القلب تبقى لا فرانس لينومي ان دو لاجيري باسكو زون في بوكو دو مال، وما حبوش يستعرفوا بالجرائم نتاعهم، ما حبوش يستعرفوا واش داروا التعذيب هنا في الجزائر. دونك فو سيبورتي ليكيب دو ماروك مالغري كو اون ان ديفيرون بوليتيك. دونك هذا هو واش حبيت نقول في الموضوع هذا. كاش دي كيسيون مساء النور يا نيس. ربي يحفظك يا نيس. دونك نبقاو نهضروا لا كوب دي موند غدوة تخلص، سي با سي با سي با كيما نقولوا ليترنيتي. نوتر اوبجيكتيف سي فير دو لا بوليتيك ايشانجي سي لو سيستيم في الجزائر اللي راه كيما قلت راه هالك البلاد. هذا هو الاوبجيكتيف نتاعنا، سي انستوري ان ايتا دو دروا، انستوري ان ايتا ديغاليتي، انستوري ان ايتا او لي شونس يكونوا سواسا للجزائريين. و لاجيريان بو اميليوري سافي، رانا نشوف الفقر الساكن ما كاش، لا مالفي الناس تهاجر، يا بوكو دو بروبليم. ماشي الفوتبال، الفوتبال سي جيست باش كيما دائما نقول مخدر للشعوب، سي اون انستيزي ولا اون دروغ بور لي بوبل، يلهيو بها الناس. حنا لوبجيكتيف نتاعنا سي بوليتيك ان انتيريور، ريغلي نو بروبليم انتيريور، ومن بعد نشوفوا كيس كي سباس مع لا كوب دي موند. لكن جات بون اون بيريود، رانا نتفرجوا، رانا اون با يعني ماشي هو ليسونسيال الفوتبول هذا، سي با ليسونسيال. هما غدوا يدوا لا كوب يدوا دي مليار دي مليار، والفقير يبقى فقير، واللي راه في الضيق يبقى في الضيق. حنا نظلوا باش تحسن الامور نتاعنا، وكما قلت نظلوا لتغيير او الاصلاح، ما نقولوش التغيير او نديروا كو ديتا ولا الامور كيما هذا. سيستام بوليتيك اللي يحكم في البلاد من 62 وتكلمت عليه، كيفاش غالقين على عليهم، وغير هما اللي يحكموا، غير هما اللي يتبدلوا على المناصب، ما عندهمش ثقافه تبادل السلطه، ما عندهمش برنامج قاعدين يبذلوا في الدراهم جيست باش يشريوا فئه من الناس ويبقوا في الحكم. حنا رانا ننظروا باش كما قلت نديروا سيستم ديموكراتيك، سيستم ديغاليتي، سيستم وين الانسان يقدر يهضر، ماشي على منشور فيسبوك يدوه للحبس يضيعوه للحبس. رانا نشوفوا كاسك بيسو يفو ليبيري لا جوستيس، يفو ليبيري لا بريس. رانا نشوفوا الصحافه كيفاش يعني مستوى ضعيف 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 ضعيف. رانا نشوف دي فلوب باسكو ندير سياسه لازم نعرف واش كاين، يعني ما نقدرش نسمع النهار دقيقه 30 سكوند، ما كاينش مواضيع، ما كاينش تحسيس، ما كاينش الا البغض الا التحريشه الا الاخر. وهذا يعني نعرفوا شكون اللي يخلصوهم، نعرفوا شكون يمانيبيليهم. دونك هذا هو لوبجيكتيف نتاعنا، سي بوليتيك. اون فا كونتينيو ا لوتي، اون فا كونتينيو ا كومبات جوسكا لا كونكريتيزاسيون دو نو ريفيديكاسيون بوليتيك سون بيرمون بوليتيك كيما قلت. باسكو المشكل هنا في الجزائر دائما نقول مشكل سياسي، الاقتصاد مربوط بالمشكل السياسي، وكل المشاكل الاجتماعيه مربوطه في السياسه، لان ما كانش استقرار سياسي، ما كانش شرعيه سياسيه، النظام قاعد يعني اون بو با فير دو نوفو. يتكلموا على الجزائر الجديده، ما نقدروش نديروا جزائر جديده بسيستم قديم وبعباد قدم، ما تغير والو، ما تغيرش. في بلدان واحده اخرى يتغير
يتغير البريزيدون يتغير تبان الريزلتا. هنا ما بان والو، مازلنا عايشين في البردة، مازلنا عايشين في الخدمة ما كاش نجم عيب 2022 السكنة ما كاش ومستقبل الجزائر مربوط بالسكنة. عيب زيني ما راش يخدموا حاجة أخرى السكنة، أور كان لي بريوريتي السكنة، السكنة لو ما السكنة متوفرة لي بريوريتي هي الخدمة. نلقى خدمة في عنابة نروح باسكو نعرف بلي كاينة السكنة. عيب 40 مليون دابيتان اون سي فاست سيرفاس دو لالجيري دي ريشيس انورم مشكل السكنة وبالكوطات باش يشدوا الناس ونوطاج 40 سنة ويستنى في السكنة. اسك السكنة هي مستقبل البلاد او مستقبل الوطن؟ اسك المواطن الجزائري يقدر يخمم على لي ريشيرش ويخمم على 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 غير يخمم غير على السكنة؟ ما كانش وجدوا خلطوها لنا الداخل ومنا ويلهيونا بين المروك والجزائر وما نعرف الشعب يطبع بصدره وما نعرف واش. إلي بوكو أفير أون ألجيري. زين كون طاحت في كيبا صحاح، كون طاحت في وطنيين، كون في واحد طاحت في ناس عندها تأهيلات رانا جنة. بلي موايان كونا. قطر برك. زوج عباد في القطر البارح كانت الصحراء. شوف كيفاش ولات، شوف كيفاش ولات. عيب ومدخلينا غير في المشاكل تاع الفوتبال والمروك وما نعرف واش، مشاكل مصطنعه دايرين عدو يضربوا معاه في الخيال كي شغل دون كيشوط ديال ماشا. الجزائر غير بالبريسيون مغلقين غالقين على الجزائريين. هاو فلان عاد يتيري علينا، هاو فلان عاد يدخل علينا، ما كاين والو. ما عيشنا غير في لابير. لابير يا بحينك الجزائري نوض خايف. عاد في عليه صاروخ ما نعرف منين جاي. فو فرير فتحوا يا رب. افتحوا السيرك اللي راكم غالقين عليه. قاعدين في البيروات تاعكم وخايف ما نعرف واش وخايفين على يا خويا درتوا مال غير شرعي. ماشي من البروبليم تاعي ولادكم سرقوا ماشي البروبليم تاعينا او دافعوا المصالح نتاعكم على ظهر الجزائريين. افتحوا ليبيري لالجيري ديموكراتيكمون، ليسي لا ديموكراسي، ليسي لي جون سيكسبريمي، ليسي لي جون دوني لور زيدي. خلوا الناس تمد الافكار تاعها. جزائريين سي دي انتيليجون. L'Algérie aujourd'hui pense. Bien sûr. Il faut forcer ce pouvoir à ouvrir. Les 62 ou 60 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 يتكلموا غير على بن السلاح والرصاص وغادي يدخلوا علينا وهم يتربصوا هكذا وهكذا وهكذا. ها ما كاين والو، ما كاين اقتصاد زيرو. اقتصاد زيرو. البنية التحتية تاع المدن زيرو. انا نسكن في الخضرية تقول مدينة ضربتها قرة. كاين والو بصح جو بريفير نريح في الدار وما نخرجش. نشوف الشوارع مدمرة، الشعب crispé, violent. Tout ça, c'est la politique. N'tahom. Ghalqin. Ghalqin à Dzerien. Mais il y a une tout suisse. Il y a une bombe qui est bombe.
Oui, madame Baya Kharoubi. J'ai toujours dit que ce peuple est apolitique. Il n'a pas une maturité politique et c'était prémédité depuis 62. Depuis 62, le Nizam qui yahkem fi blad, mazal yahkem, ta'ammad bach chaque médiche siyasa. Et donc, on a une crise politique. ما عندناش لي بوليتيك انا نشوف المستوى نتاع السياسي نتاعنا زيرو اي سو بوليتيك اون بو با افونسي لازم ديبلوماسي عجب باش تكون عندنا مكانه في المجتمع العالمي دونك اون ايساي دو ماتوريزي لو بوبل اي مالوريزمون راك تشوفي سي با فاسيل ندخل انا يا قوي الشعبي ما يفهموش كاع واش صاير ما يفهموش mais on essaye on n'a pas le choix parce que c'est notre Algérie et comme j'ai toujours dit on n'a pas un pays de rechange on n'a que l'Algérie il faut défendre l'Algérie il faut faire avancer l'Algérie ben on parle نتكلم بالك العسى les jeunes ils سمعونا ou ils فهموا donc هذا هو كاين دي كومبيتونس كاين دي جون كي بونس مي مارجيناليزي انا هنا في المدينه نتاعي كما قالوا نول ني بروفيت دون سون بي كي بارطاجي في لي جروب تاع مدينتي دي انسولت ما كانش دي ديبا باسكو علاه النظام دخل في دماغ بعض الفئة من الشعب من الناس بلي ان اوبوزون سي ان انمي دو ناس نظام مثل نوستين مفهم بعض الناس ماشي كاع بلي اللي عارضو عدو للجزائر مشكل كبير دونك حنا المعارضين او زيو دو كيك سيتويان نو سوم دي انمي كارثة ان فونكسيونير في ليطاع الجزائر حسبينو هو الدولة ما تقدرش تقنع ان سامبل سيتويان اللي ما يديرش السياسة وكاينين بزاف باللي شرطي او دركي او والي موظفين في مؤسسات الدولة الجزائرية يقدر يسرق يقدر يغلط يقدر ما يعرفش يخدم هذا هو مي نو هما يقول لك هذو هما الدوله عندهم كاع لوتوريتي حتى عند القضاء في الجوج حتى عند الجوج تدخل اون كونفلي مع الوالي يقول لك هذا الدوله تسبوش ويا سي فو كاين نظام وكاين دوله وزيد فهم L'État algérien, c'est les institutions, attrape, population, din, taqalid, l'existence de l'État algérien. Le pouvoir, c'est un groupe d'hommes, convictions politiques, gouvernent les institutions de l'État. Il y a Jumaa, mais il y a بقناعة أو ببرنامج سياسي يسيروا المؤسسات الدولة الجزائرية يقدر يقول سارق يقدر يقول هكذا يقدر لكن هذو قال لك حنا هما الدولة حنا هما كلش ما نروحش ثلاث سنين وحنا نتكلموا على السياسة والنظام ما دار حتى إصلاحات سياسية أنا نشوفوا مسؤولين كبار ما تكلموش على السياسة ما تكلموش على مطالب الشعب السياسية حقوق الإنسان ما تكلموش تكلموا غير على الزيت على 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 على, على البطاطا هنا درنا احنا اون با بيزوان دو سا سا يجو ثم احنا اون بيزوان دان بيي ديموكراتيك دان بيي او جو بو بونسي جو بو كونكريتيزي مي بونسي جو بو رياليزي مي غاف جو بو فابريكي Je peux voyager, je peux faire quelque chose pour mon pays. C'est ça la liberté. Mais chez le hummus, tu dis le hummus. J'ai été n'a qu'une maquette, je ne m'en ai pas. C'est un problème. Trois ans, je me suis dit,
تكلم على حقوق الإنسان ولا على حقوق بليبروفي نتاع الصناعة ولا على حقوق السفر ولا غير لا ريبريسيون. و يعرفوا بلي أغلبية الشعب الجزائري ما يدير سياسة، أنا جبنا لكم الحليب. كاين اللي برمي مسؤول كبير يتكلم الحليب، ما كان ما هضروش، ما كانش حتى شونجمون بوليتيك، مازالهم توت لي كريز يجي. On ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. On ne peut pas créer l'Algérie nouvelle, les Rami Hadroha, avec نفس العباد. كان في وزارة الداخلية قلبوا في وزارة التربية وراهم يتبادلوا وراهم بيبا فوا نوفو سوفل اون نوفيل جينيراسيون دي بوليتيك ايمرجي دي نوفو بوليتيك داخل 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 القرارات السياسية. خلوا ناس توصل وتقرر، ماشي غير انتم ولا ولادكم اللي بلاصيتوهم ان بو بارتو. Continuez, monsieur, nous avons des hommes honnêtes, faut leur demander des comités de groupes femmes ou hommes honnêtes, faute de changement. Malheureusement, manque d'intérêt pour l'Algérie, juste. Intérêt pour l'Algérie, juste pour profiter des richesses, faut défendre de l'intérêt du peuple algérien. Leader avec vous, oui, mademoiselle Obaya, merci pour votre soutien, mais une goutte dans l'océan. Donc c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. En absence d'un soutien du peuple aux politiques d'opposition, par peur bien sûr, parce qu'on est qu'il menace sous le manteau. Merci Monsieur Belkhir, il chafou, parce que nous avons déjà appris qu'il fait chier les gens. Mais on n'a pas le choix, on continue à lutter, on continue à parler, on continue à sensibiliser le peuple, on continue pour créer un état de droit, un état où le peuple algérien peut profiter des richesses grandioses. Ya Rabba, la belle comme l'Allah al-Azim, ou jette le bled, hadi fiyid, des bons mains, ou Allah al-Azim, gharana achid, kil moulouk. Kil moulouk, bled fiha khirat, biet vierge farga. Il y a beaucoup à faire dans ce pays. Malheureusement, elle est entre les mains cassées. Donc, on continue à lutter, on continue à sensibiliser le peuple, pacifiquement, politiquement. Comme je l'ai dit, on dit que la force, c'est une ligne rouge. Hein, et un jour, on va concrétiser notre rêve, un état de droit, un état d'égalité, un état où le peuple, où le citoyen algérien peut réaliser son rêve, peut concrétiser ses pensées dans un pays où tout le monde a sous les lois, où tout le monde qui m'a dit ou le canon fouk el jamoua. Hada houa le gaya n'ta'na doulet le canon où tous les citoyens lazem yirdhou le canon doula le jazaïria. Partagez aussi possible. لأن دو لا بوسيبيليتي دو بارطاجي اي بارطاجي باش يوصل كلامنا للناس. والسلام عليكم.